كفر الشيخ. النهارده محافظ كفر الشيخ الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد قرر إيقاف 20 معلم تابعين لمدرسة الحمول الثانوية بنين، قرر إيقافهم عن العمل لمدة 3 شهور لحين انتهاء التحقيقات اللي بتتم معاهم لاتهامهم بأن هم تلاعبوا في أوراق الإجابات الخاصة ب40 طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي. المحافظ طالب اختار فرع الدعوة التأديبية بطنطا بقرار الوقف لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون في هذا الشأن، واختار النيابة الإدارية المختصة بالمخالفات التي تنطوي عليها الأوراق للتحقيق. احنا معانا دكتور أسامة يا جماعة. طيب معانا على الهاتف دكتور أسامة حمدي عبد الواحد محافظ كفر الشيخ. معالي المحافظ مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك سيادة المحافظ. يعني حول الواقع اللي احنا بنتكلم عنها دي، ازاي تم اكتشافها التلاعب في اوراق 40 طالب؟ هو الحقيقة احنا جات لنا شكوى في بعض نتائج المدرسة ديت، فبعتنا نحقق في الشكوى دي، نزلنا لجنة تحقق، فاكتشفنا اللي فيه تلاعب، نزلنا لجنة تانية عشان نتأكد من القصة، ونزلنا لجنه ثالثه من الموجهين وكبار الموجهين في مدير التربيه والتعليم عندنا. الثلاث لجان اكدوا ان في تلاعب في اوراق الطلبه. هنا نوعيه التلاعب عفوا، يعني بيتم تبديل اوراق الطلبه؟ لا يا فندم، يا اما في علامات، يا اما في طلبه واخدين درجات على اجابات على اسئله مش متجاوب عليها، يا اما في درجات زياده عن الصحيح. فحطنا الاوراق كلها، اكتشفنا ان في 40 طالب لا يستحق النجاح، وطلعت غيرت نتيجتهم من راسب لناجح. تمام. اللي قدم الشكاوى في الاول دول كان اولياء امور مش كده؟ اولياء امور. تمام. بقى من الواضح ان في اولياء امور يعني ولادهم نجحوا، واولياء امور ولادهم ما نجحوش. فهو التلاعب بيجي من هنا. تمام. فلما جت لنا الشكوى بسيطه كده حققنا في الموضوع، بعتنا التلات لجان دول، اكتشفنا ان في تلاعب في اوراق الاجابه، غيرنا نتيجه وادينا الناس حقها، وحولنا 20 مدرس للتحقيق، واوقفناهم عن عمل 3 شهور وحرمناهم من الدخول للامتحانات 5 سنين. يعني حضرتك بعت 3 لجان فحصوا، اكتشفوا ان في تلاعب. 3 لجان متتابعه. تمام. واكتشفوا ان في تلاعب، فتم يعني اعطاء كل ذي حق حقه، بقى اللي يستحق النجاح نجح، واللي يستحق السقوط سقط. بالظبط. تمام. طيب ايه اللي احنا منتظرينه من التحقيقات دلوقتي؟ التحقيقات يا فندم على الوضع الحالي هي تحقيقات في النيابه الاداريه. تمام. اذا ثبت ان في رشاوي دفعت في مقابل هذا الكلام هتتحول نيابه عامه. واحنا محولين الموضوع للجهات القانونيه، شؤون قانونيه اعمال شؤونها، ونشوف النتيجه اكبر فيه. تمام. يعني احنا كده بناء على الثلاث لجان المتتابعه اللي حضرتك بعتهم، خلاص الطلبه خدوا حقهم، انما التحقيقات اللي بتتم دلوقتي على انه هل المدرسين دول تلقوا رشاوى وبالتالي عشان كده نفذوا التلاعب ده ولا لا، وده ليه اجراءات يعني قانونيه تانية هيتم اتخاذها ضدهم غير الايقاف و الحرمان من دخول الامتحانات 5 سنين. رائع. تمام. انا بشكرك جدا سياده المحافظ، وبشكرك على يعني الاستجابه لشكوى المواطنين والتحرك السريع في هذا الصدد. محافظ كفر الشيخ الدكتور اسامه حمدي عبد الواحد، واتمنى الحقيقه ان كل المحافظين في محافظات مصر المختلفه يبقوا بيتحركوا بهذه الجديه في هذا الموضوع، واتمنى ان شاء الله كده يا رب يعني انه وزير التربيه والتعليم في حكومه تسهيل الاعمال تصل إليه تفاصيل زي دي، عشان الحقيقة منذ أن بدأت قصة مريم وصفر الثانوية العامة تشعر وكأنه وزارة التربية والتعليم بتدافع عن نفسها وعايزة تقول إحنا 100 فل و14 ومفيش أي تجاوزات بتحصل، ده إحنا مفتحين. ولكن الواقع لحد دلوقتي بيقول في تجاوزات كتير موجودة، كلنا عارفينه الحقيقة، وكان هيبقى أحلى وأقيم وأكبر لو لقينا من وزارة التربية والتعليم تحقيقات يعني على قدم وساق بتحصل عشان تكتشف كل التجاوزات وتحاسب كل واحد تجاوز. عايز بس افكر حضراتكم، احنا الاسبوع اللي فات كان يوم الثلاث زي النهارده من اسبوع، مريم تم استكتابها، وكانت ضيفتنا في حلقة الأسبوع الماضي وقالت تفاصيل الاستكتاب، واتعمل اختبارات على الهواء وما شاء الله يعني جاوبت زي الفل. وبعدين لما سألنا نتائج الاستكتاب دي هتطلع امتى، قالوا يوم بعد أسبوع. يعني امتى؟ يعني النهاردة. بعيدا عن طبعا
التقرير بتاع دكتورة منى الجهري اللي صدر من يومين، ورد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم عليه في حلقة مع زميلي عمرو خلال امبارح اعتقد او اول امبارح، بعيدا عن ده، انما المفروض تقرير اللجنة الخماسية اللي عملت استكتاب لمريم يوم الثلاثاء اللي فات التقرير يخرج النهارده. خرج التقرير؟ لسه ما خرجش. يمكن يكون بكره؟ ننتظر. لو ما خرجش بكره هنتواصل مع دكتور هشام متحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي عشان نعرف أين تقرير استكتاب مريم.